السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا كذب ونفاق، أزمتنا في ولد عاق ومحكمة يعاقبها طلاق، أزمتنا غش وفجور، مظلمة وشهادة زور، أزمتنا أزمة إيمان، إنسان هجر القرآن، من أجل الدنيا نتناحر، وامرأة تذهب للساحر، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. معنا ومعكم فضيلة الشيخ أيمن المصري الداعي الإسلامي. مرحبا فضيلة الشيخ. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. دايما منورنا كده مولانا. الله يكرمك يا حبيبي، الله يعزك. حلقتنا النهاردة مسك الختام. شيخ أيمن، مسك الختام، مسك الختام لعام 2020، مسك الختام للموسم الثاني من برنامجنا أزمة أخلاق. مسك الختام، السنة دي اتكلمنا عن مواضيع كتير وعن أزمات كتير في أزمة أخلاق. النهاردة عاوزين تبقى رسائل، رسائل عن كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها، عن كل المواضيع المهمة اللي اتكلمنا عليها، على حسب بقى ما الايه من الوقت ايه يكون معنا في البرنامج، نقدر نتكلم عن أكتر الأزمات اللي ناقشناها في ايه في برنامجنا. تمام؟ فأكبر أزمة بتواجهنا طبعا عموما الصلاة أو ترك الصلاة، أكبر أزمة في حياتنا فعلا. فعاوزين رسالة لكل تارك للصلاة، تحب تقول له ايه؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا العلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا السلام، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا بأكملها التقوى، صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أول ما نبدأ كده حلقتنا، لأن دي آخر حلقة في 2020، عايزين نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أتأثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى. رسالة إلى تارك الصلاة، إلى متى أيها الغافل، أيها الغافل، لا تريد أن تركع وتسجد لله؟ إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى أيها الغافل الساهي اللاعب، إلى متى لا تركع للذي خلقك وتسجد للذي مدك بالصحة والعافية؟ إلى متى هذه الغفلة؟ إلى أن ترى ملك الموت ينزل ليقبض روحك؟ إلى متى؟ اعلم يقينا يا كل مسلم، كل مسلم يريد النجاة من عذاب الله، يريد أن يرضى الله عنه ويفوز بالجنة، اعلم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. والحديث عند الترمذي وغيره، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. يعني لو كنت بتنفق، كنت دايما لسانك حلو وجميل مع الناس، كنت بتعمل أعمال خيرية كثيرة، كنت بتروح وتسوي، لكن بدون صلاة كل عملك متوقف على الصلاة. يعني تلاقي يقول لك ايه الشاب كده، يقول لك ما شاء الله ده اخلاقه عالية جدا ومحترم وما بيدخنش وكل حاجة، بس مشكلته مشكلة بسيطة، بس ما بيصليش.
يعني بيعمل كل حاجة حلوة بس ما بيصليش، يقول لك مشكلة بسيطة بس ما بيصليش. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة. نعم. إيه العهد بينه وبين الكفار؟ نعم. بين اليهود؟ نعم. بين النصارى؟ نعم. بين أي حد؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم. فمن تركها فقد كفر. نعم. طبعا الكفر هنا مش خروج من الملة، ولكن الكفر بتتشبه بأعمال الكفار، أنك لا تسجد ولا تؤمن بالله. إيه أول ركن بعد الشهادتين؟ الصلاة. الصلاة دي حاجة عظيمة جدا، والفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء في ليلة الإسراء والمعراج هي الصلاة. ده من قدر وعظم شأن الصلاة. فأول شيء هتحاسب عنه يوم القيامة إيه؟ الصلاة. الصلاة إن صلحت فما بعده أيسر، كل شيء بفضل الله يتقبل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فرسالتي، رسالتي لكل واحد، اعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى له عليك حق، وحق الله العبادة، الصلاة، إن أنت تسجد لله الذي خلقك وصورك وجملك في أجمل صورة. مين اللي بيرزقك؟ الله. مين اللي بيمدك مين اللي مدك بالصحة والعافية؟ مين اللي سترك؟ الله. مين اللي مدك كده بالأعضاء الإنسيابية؟ إيدك عشان تأكل بها، أو عينك عشان ترى بها، أذنك تسمع بها، الفم، اللسان، الكلام، كل جسمك، من الذي مدك بهذا كله؟ الله سبحانه وتعالى. فأليس له حق عليك أن تعبده وأن تصلي له؟ بلى. فرسلتي لكل واحد ما بيصليش، صلي قبل فوات الأوان، ورسالة صلي قبل أن يصلى عليك. يعني من ضمن المشاكل الشباب بيقولوها لك بصلي يوم اثنين ثلاثة وبعد كده أرجع أسيب الصلاة، فتحب تقول له إيه؟ يعني شاب زي كده لو بيحاول بس مش قادر يكمل، لازم الصحبة كويس الحسنة. نعم. تصاحب ناس كويسين، لأن الصحبة دي أهم شيء، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. واحد صاحبك كده أو مجموعة صحاب كويسين تذكروا بعض بالصلاة، إيه يا عم صليت الظهر، صليت العصر مع بعض، رسائل حتى على الواتس، تعمل لنفسك سيستم معين إن الصلاة دي أهم ركيزة في حياتي، أهم ركيزة في حياتي. أول لما تسمع الله أكبر الله أكبر، يبقى الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من شغلك، من عملك، من بيتك، من أولادك، من زوجتك. شوف ستين عشرة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهل بيتي حتى إذا سمع نداء الصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الوقت ده ما بيعرفناهش ولا كأنه عرفنا. ليه؟ لأن ده وقت الملك. الله أكبر، يبقى الله أكبر من أي شيء. حي على الصلاة، يعني يلا اسعى الى الصلاه. حي على الفلاح، يعني حي على الفوز، هو ده اللي هينجيك ويخليك تفوز. فحط دايما قدامك الجنه، انا عايز ادخل الجنه، يبقى اركز في صلاتي وعبادتي جدا وبديهم على اي شيء في حياتي. يعني زي ما بيقولوا الصلاه تسقط عن الحائض والمجنون. فالعلماء دايما يقول لك انت انا واحد في الاثنين، انت حائض ولا مجنون. دايما العلماء يقولوا كده، يعني انت ليك رخصه انك تسقط عنك في حالتين، يا اما حائض يا اما مجنون. فنسال الله السلامه. يعني امين. مولانا اتكلمنا في حلقه عن عقوق الوالدين، كانت حلقه قويه حتى كان في مداخلات وسمعنا قصص واقعيه من الواقع. فعاوزين رساله لكل عاق لوالديه. والله يا شيخ محمد نسأل الله العفو والعافية. آمين. وأن يعافي كل مبتلى وكل عاصي. آمين. وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. قصة الحقوق دي بقى موضوع تاني، يعني احنا اتكلمنا فيه أكثر من حلقة. نعم. رسالة سريعة. نعم. لكل عاق، اعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ملعون من عق والديه. نعم. ملعون من عق والديه. اسمع الرسائل دي عشان كل واحد بيتعامل مع ابوه وامه باسلوب عادي او اسلوب ادمي او بيتعامل معهم باسلوب سيء، لا. ربنا سبحانه وتعالى قرن عبادته بطاعه الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا
إياه. ثم قرن إيه؟ وبالوالدين إحسانا. وابن عباس رضي الله عنهما يقول ثلاث آيات نزلت قرنت بعضها بعضا فلا يقبل واحدة دون الأخرى. أول آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل منه. الآية الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فلن يقبل منه. الآية الثالثة نشكر لي أي لله ولوالديك. ابن عباس يقول فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل منه. أنت بتأدي شكر ربك بالصلاة والعبادة والطاعات والمعاملات حياتك. الشق الثاني اللي أنت تشكر لوالديك إزاي؟ بالبر، بحسن المعاملة، بحسن الأسلوب في التعامل والكلام، فقه المعاملة مع والديك. أنا أشكر لوالدي إزاي؟ أشكر لهم حسن صانعهم ليا، إن هم اللي ربوني وعلموني وجهزوني وكبروني، فحقهم عليا إن أنا أكون بار بهم. فأول شيء مش هيتقبل منك أي عمل طول ما أنت عاق لوالديك. ثم أن الله تبارك وتعالى يلعن أو يلعن العاق لوالديه. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ثلاث أصناف الله تبارك وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة. على رأسهم مين؟ العاق لوالدي. لا ينظر الله إليه يوم القيامة، والمرأة المترجلة، والديوث، الثلاثة دول. وثلاثة لا يدخلون الجنة. اسمع، ثلاثة لا يدخلون ايه؟ الجنة. على رأسهم برضك العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان. الثلاثة دولت لا يدخلون الجنة. فخلي بالك، رسالة لكل عاق، رسالة لكل واحد مخاصم ابو مم وشيخ محمد، الحق نفسك، الحق قبل العمر ما يفوت، او قبل ما يجي لك ملك الموت، قبل ما تنزل عليك المنيه الحق. صالح ابوك، صالح امك، الزم قدم امك والزم قدم ابوك، لان مش هتقبل منك اي عمل الا برضا والديك. صدقني شيخ محمد رساله، يعني المفروض ده محتاج حلقات، بس احنا رساله سريعه. اياك 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 وعقوق الوالدين. إياك وعقوق الوالدين. بارك الله فيك يا شيخ أيمن. نحب ننوه أي حالة عندها مس أو سحر أو حسد تواصل مع الشيخ أيمن على رقمه الخاص أو عن طريق صفحة الشيخ أيمن المصري. كذلك متابعتنا برنامج أزمة أخلاق، الجروب الخاص بالبرنامج، متابعي برنامج أزمة أخلاق وصفحة في حب الله يجمعنا في طاعة الله إخوانا. مولانا الشيخ أيمن، نكمل رسائلنا. رسالة لكل مغتاب أو همام دلوقتي في يعني نقعد في الجلسات إلا من رحم ربي، يعني تلاقي أكتر حاجة شغالة الغيبة والنميمة في الجلسات. فعاوزين نعرف الفرق بين الغيبة، عشان في ناس في لبس بين معنى الغيبة ومعنى النميمة، وعاوزين نعرف رسالة لكل واحد يقعد بالغيبة ويمشي بالنميمة بين الناس. احنا عايزين رسائل ولا هنعرف؟ لا رسائل طبعا، بس الفرق بس بالغيبة والنميمة. يعني في الغيبة مش هي أن تذكر أخاك بما يكره. نعم، هذه الغيبة. نعم. أما النميمة هو نقل الكلام من بعض إلى البعض، أو نقل الكلام من شخص إلى آخر. نعم. على سبيل الإفساد. الإفساد، نعم. فالغيبة أن أنت تقول على أخوك المسلم حاجة هو ما بيحبهاش. نعم. دي الغيبة. نعم. وإن كانت فيه ما تقول، حتى لو موجودة فيه. سألوا الصحابة. نعم. يا رسول الله ما الغيبة؟ قال الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. الحاجة اللي هو بيكره اللي هو يسمعها. ثم قالوا إذا كان فيه ما نقول. قال فإن كان فيه ما تقول فقد بهته، هذا هو البهتان. دي الغيبة. النميمة واحد بيفسد بين الناس، أو بينقل كلام من ناس لناس، أو من شخص لشخص، أو من أسرة لأسرة، أو من عيلة لعيلة على سبيل الإفساد. هو عنده مزاج وكيف انه يوقع بين الناس. ده النمام. رسالتي ليهم بقى، الاثنين اخطر من بعض. المغتاب والنمام. انت بتضيع كل حسناتك، بتضيع كل اعمالك. انا بس هديك حديث واحد عشان يلحق، يعني ربنا يكرمنا ونقول رسالة على قد ما نقدر.
الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأتمنى الكل يركز أوي معايا في الحديث ده، لأن الحديث ده هيفتح لك حاجات كتير وهيبين لك حاجات كتير جدا ممكن تكون غافل عنها وتايه عنها. لأن في واحد بيظن إنه هو بيصلي ويصوم وبيأدي الزكاة وبيحج أنا كده زي الفل، أنا كده خلاص ضمنت الجنة. لا يا حبيبي، أصبر كده وشوف سيدك النبي محمد علمنا إيه. لأن ديننا يا شيخ محمد مش دين طاعات فقط، يعني عندنا ديننا بنقسم لشقين أو نصفين، طاعات ومعاملات. أنت في الطاعات بقى اللي هي الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أي طاعات، قيام الليل. لكن في شق آخر ده مهم جدا اللي هو المعاملات، لازم أكون معاملاتي حسنة. مش أكون بصلي وكذاب، مش أكون بصلي واشتم، مش أكون بصلي وافتري على الناس، مش أكون بصلي وهيجي واظلم الخلق، أكل حقوق الناس. لا، ده بص بقى الحديث ده هيلخص لك كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني اللي مفلس يعني اللي عنده أملاك ولا فلوس ولا عقارات ولا فلوس ولا أي حاجة. هم بيظنوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد ذلك، ولكنه كان يقصد غير ذلك. قال: ولكن المفلس من أمتي. المفلس الحقيقي، عارف كلمة مفلس يعني إيه؟ يعني واحد كان معاه بكتير ثم أفلس أو أشهر إفلاسه، أصبح مفلس. خلي بالك، أصبح لا يملك شيئا، لا يملك شيء. يعني كان معاه. إيه القضية وإيه حكاية المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ركز معاه، كان بيعمل إيه؟ بيأدي الطاعات على أكمل وجه. ده كمان كان بيحج. إيه القضية يا رسول الله؟ وإزاي أصبح مفلس؟ يعني في رواية: معه جبال كجبال تهامة، معه حسنات كتير جدا من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الصالحة، معه إيه؟ حسنات كثيرة. إيه قضيته؟ ولكنه يأتي وقد شتم هذا. كان في الدنيا بيعمل إيه؟ عمال يشتم وقذف هذا، وعمال يجيب سيرة الأعراض ويقذف في النساء. شوف البنت دي مشاها مش عارف بطال، شفت الست دي مش عارف مشاها ايه، قصف عمال، وقد قذف هذا وسب هذا، عمال طول ما قعد يسب وعمال يجيب في أعراض الناس ويختب في الناس، عمال يمشي من الناس بالنميمة، الكلام من الناس لناس عشان يوقع ما بينهم. شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وأكل مالي هذا، وكان بيأكل أموال الناس، كان بيظلم الناس في الحقوق، كان واكل مراث إخواته البنات، زي دلوقتي بنشوف على مسمع ومرأة في مناطق كثيرة جدا اللي بيأكل مال أخته، يقولك ده احنا البنت ما عندهاش ملهاش مراث، ما هو ده أكل أموال الناس بالباطل. إيه قضيته بقى؟ معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. الله بركاته. الحمد لله. كويس الرسائل اللي حضرتكم بتوجهوها يعني لاخر السنه، بس فعلا الصلاه يعني وهي تحصل للانسان كمان لما بتؤدى في مواعيدها مع الاذكار النبويه. بس على فكره يعني رحمه وكرم وعفو ربنا اكبر بكثير مما الشيخ بيتكلم، يعني انه مش حيقبل صلاه مش حتقبل. لا، ربنا سبحان الله اعلم بنوايا الانسان، وانه كان للاوابين غفورا، وربنا رحيم ورحمته واسعه. حضرتك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس يعني تتفكر في رحمه ربنا، رحمه ربنا واسعه وكبيره، وربنا سبحان الله وتعالى رحمته اوسع مما اي حد يتصور. احنا ما طلعناش بره المعنى ده فعلا، احنا ما طلعناش بره المعنى ده، يعني احنا بنتكلم عن باب الصلاه، ما كلمناش ان مفيش توبه، احنا ما طلعناش بره المعنى اللي حضرتك بتتكلمي فيه. اتفضل. الشيخ اللي يعني في نهايه السنه يعني يوعي الناس، حضرتك اللي بيرجعوا للدجالين والسحره بالزرع جواهم الوهم انهم محسودين او مسحورين، وبيرجعوا للدجالين والسحره وبيضروا وبيؤذوا نفسهم اكثر. حضرتك
لك اللي بيتحصن بذكر الله وبيرضي نفسه ما حدش بيقدر يسحره ولا حد بيقدر يحسده وبيكون في حفظه وحفظ الله. ان شاء الله رسالتك ليس له سلطانا على الذين امنوا وعلى ربهم. رسالتك وصلت يا فندم، رسالتك وصلت ان شاء الله. ماشي رسالتك وصلت. ارد بس على اتفضل شباب. طبعا يا ماما احنا ايه قضيتنا؟ من الذي يتألى على رحمة الله؟ احنا ما بنتألاش حضرتك، فهمتنا غلط. احنا بندي رسائل للعصاة ان هم يتوبوا ويرجعوا الى الله. احنا ما يأسناش حد من رحمة الله ابدا، ده احنا ديننا دين الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم. يا اما حضرتك بقى فهمت كلامنا غلط، يا اما بقى حضرتك عايزه توقعينا في شيء. احنا نسال الله يعني لك الاخلاص في القول والعمل. احنا بندي رسائل يا جماعه للعصاه، ارجع قبل فوات الاوان. نقول لتارك الصلاه صلي، احنا لو قلنا لحد هيدخل النار ولا جبنا سيره ولا تقلينا على الله في الرحمه ابدا، حاشا لله. الملك ملكه والامر امره والارض ارضه والسماء سماؤه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ده كله بقدره وبامره. حتى فضلت احنا بندي رساله يا ماما للعصاه، اللي ما بيصليش ارجع صلي توب الى الله. رساله للعقل والديه، ارجع وبر والديك، ودي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانت لو انا جايب حاجه من عندي ان لا يقبل منه الله صرفا ولا عدلا. على عقل والديه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتكذبي احاديث النبي كده بقى؟ لو كل واحد بقى عامل اللي هو عايزه وعصى اللي هو عصى والاخر ربنا يغفر لي، يبقى انا كده دخلت في شق تاني غلط. لا، ربنا يغفرني ويسامحني لما نكون طائع. لكن وقعت في مذله ووقعت في ذنب ورجعت تبت واستغفرت ربنا تواب رحيم وبيتوب، وان شاء الله هنعمل رساله للعاصي ونخليها معاك. لكن احنا رسائلنا بنقول للناس فوقوا، ارجعوا لله، فوق قبل فوات الاوان، فوت قبل ما تضيع. فرسالتنا دلوقتي للنمام واللي بيغتاب. النمام يا ماما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه نمام، النمام يعذب في قبره. يعني احنا دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش حاجه من عندنا. فالكلام ده روحي بقى انت قولي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده ده حديث النبي. المكتب كذلك، ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، ده اللي بيختاب اكله بياكل لحم اخوه ميت. فرساله، شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اهو، وانت يا حاجه الله يكرمك ويهديكي اسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفي الدنيا عامله ازاي. واحد بيصلي ويصوم ويزكي ويحج، ياتي يوم القيامه قد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مالي هذا، فياخذ هذا من حسناتي. اللي انت شتمته ما المعامله لك يوم القيامه بايه؟ حسنات. اديني حسنات، خد المظلمه بتاعتي حسنات. انت شتمته هيقول لك هات حسنات. شوف كم واحد شتمته، شوف كم واحد اختبته يقول لك هات حسنات، شوف كم واحد انت وقعته بينه وبين الاخر وعملت بينهم مشاكل. شوف كنت سبب في طلاق زوجه من زوجها، وقعت ما بين اثنين او اي واحده بقى، واحد او رجل او امراه، انت وقعت بين زوج وزوجته، فرقت ما بينهم، دمرت بيت، شتتت اسره، فرقت زوج من زوجته عن اولاده، هي دي بالسهل؟ لا. كل ده هيجي يوم القيامه ياخد منك حسنات او ياخد منك حسنات. كل واحد شتمته، كل واحد سبيته، كل واحد قذفته ورميته في عرضه، اذا في زوجته او بنته او اخته، كل واحد هياخد المظلمه بتاعته. شوف بقى، شوف العجب، بعد ما كان معاه جبال حسنات حتى اذا فنيت، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حسناته خلصت. عمال يدي للحقوق اللي عليه والمظالم اللي عليه، يؤدي الحقوق والمظالم، كل حسناته خلصت. حتى اذا فنيت ولم يقض ما عليه او يقضي ما عليه من دين او حقوق، ده لسه في ناس لها مظالم. هيعمل ايه بعد ما حسناته خلصت يا شيخ محمد؟ ياخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح به في جهنم. اعوذ بالله، نسال الله السلامه. فالموضوع بقى تقول لي انا كنت بصلي واصوم وبعمل، بتصلي وتصوم لكن ما بتنهاش عن الفحشاء والمنكر، بتصلي لكن كذاب وبتشرب خم، بتصلي لكن بتعمل الكبائر والمعاصي، لما بتختلم دايما بمحارم الله بتنتهكها، بتصلي لكن انت في الضياع. ما هو في ناس بتصلي مراقاه. هو انت ما سمعتش؟ نسال الله السلامه. فويل للمصلين، انهي المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. يعني في ناس بتصلي
عشان ده شيخ يا عم، ده تقي. نعم. ده راجل كويس تعامل معاه في التجاره، واحد بيصلي عشان اي حاجه، الناس تقول عنه تقي هو داخل كده. ففي مرائين كتير في كل مكان. نعم. فهي دي رسالتي، خلي بالك جمل وكمل طاعاتك بمعاملاتك. نعم. خلي سنك حلو مع الخلق، خليك عندك بر بابوك وامك، خليك عندك صدق وامانه ووفاء، خليك دايما عندك حفظ العهود والمواثيق، خليك دايما عندك ضمير عشان تكمل الطاعات بتاعتك، بدل ما تيجي يوم القيامه تخسر كل الحسنات اللي عملتها بسبب معاملاتك. اسال الله ان يغفر لنا وان يسترنا وان يعني يعفو عن الجميع. نعم. يمكن يا مولانا من خطوره الغيبه انك طب ناخد مكالمه هاتفيه معنا. ام نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت كنت عايزه اسال حضره الشيخ على حاجه. اتفضلي. انا جوزي متوفي. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انا جوزي متوفي واخوات جوزي ما ادونيش اي شيء، ده اول هام. ثاني هام ان هو كانت الشقه باسمه، قالوا لي ان الشقه باسم اخته. نعم. وبعدين محترفين بأي شيء، وإن هما واحدة من أخواته فرقتني بيني أنا وجوزي، هو صدق عليا الكلام اللي هي قالته عليا. نعم. وبعدين ما أنا مش عارفة لغاية دلوقتي أنا أعمل معهم إيه، مش عارفة أنا أقول لهم إيه. نعم. بس هما دلوقتي واخدين حق بنت اليتيم. إن شاء الله. ان شاء الله الشيخ يجاوبك في اخر الحلقه. طبعا هو من اتخاذ الاجراءات القانونيه في الحاجات زي كده، يعني بتقول الشقه باسمه واسم، يعني الحاجات دي بقى فيها اجراءات قانونيه طبعا بتتخذها، ومن ناحيه الشرعيه الشيخ ان شاء الله يجاوبك في اخر الحلقه. الشيخ ايمن، قلنا من خطوره الغيبه ان واحد مثلا يقول ايه ده البلد الفلانيه كذا، اتكلم عن بلد او العيله الفلانيه كذا او الدوله الفلانيه كذا او مشجعين فرق، يعني التريقه، يعني التريقه على مشجعين الفرق الثاني، فمن خطورتها ان كده اغتاب كل البلد او اغتاب كل المشجع اللي بيشجع الفريق ده، فمصيبه كبيره. يجوا القيامه ويوقفوا بقى، يعني تخيل مثلا قال لك ايه ده الفيوم دي كذا مثلا، يجوا القيامه الفيوميه كلهم جدعان بقى، يوقفوا يوم القيامه ياخدوا من حسناته كلهم. الله يا شيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. انما الاعمال بالنيات. نعم. وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. فربنا كريم ورحيم. نعم. وممكن انا لا اقصد. نعم. ان انا البلد بعينها. نعم. لكن انا لازم اتعلم وافهم امور ديني واعرف. في حديث خطير جدا. نعم. ايه هو؟ ان العبد لا يتكلم الكلمه. نعم. لا يلقي لها بالا. زي ما انت بتقول كده، دي البلد الفلانيه دي ما جابتش رجاله. نعم. ده مش عارف ايه ويشتم. نعم. هذه برضك مصيبه. احنا ما بنقولش ان احنا اخلينا قنا، عارف ان في ناس كتير نيتها ما تقصدش ذلك، لكن خلي بالك انت ممكن تقع في مشكله كبيره، ممكن ترمي كلمه في اي وقت. بقى انت خدت على الشاب، على السب وعلى الشتم. العبد يلقي بالكلمه لا يلقي لها بالا، مش في دماغه، يهوى بها في جهنم 70 خريف. سلم يا رب سلم. شوف كلمه واحده. شوف دلوقتي بقى حنا ايه اللي عمال يشتم ويسب ويكفر دوت ويتألى دوت ودوت. احنا موضوع يا جماعه نخلي بالنا، اللسان ده اخطر شيء في الدنيا. انت هتبص تلاقي كل حاجه باللسان، الذكر باللسان، الصدق باللسان، التسبيح، الكلام الطيب بتصلح بين الناس، هو لسانك. نعم. بتقرا بيه القران، اعكس بقى سب شتم قصف غيبه نميمه، كل ده باللسان. فخلي بالنا اللسان ده يا اما يخليك كده في اعلى الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء واهل الذكر، اما تحشر به مع اهل الفسق واهل الفجور. اللسان، فنخلي بالنا اللسان ده يعني به يا تنجو يا اما تهلك. نعم. جزاك الله خير. كنت فضلتك ذكرت من شويه ان مظالم العباد الانسان ياتي يوم القيامه بحسنات كالجبال، بسبب المظالم تكون هباء منثورا. فرساله لكل ظالم، رسالة لكل ظالم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم
ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك أيها الظالم والمظلوم، منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله تبارك وتعالى يقول للمظلوم ولدعوة المظلوم، أو يرفع دعوة المظلوم إلى السماء إلى السحاب، فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هتتنصري هتتنصري. فكل ظالم اسمع الحديث ده، إن الله لا يملي للظالم، يسيبه يتركه حتى إذا أخذه لم يفلت. وهتيجي في وقت كده هتحاسب، ده في الدنيا قبل الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، اثنان يعجل الله لهما في الدنيا قبل الآخرة، العاقل والديه، لازم أن العاقل يذوق من نفس الكأس ولده يعقوه، والبغي أي الظلم، الظالم لازم أن هيذوق من نفس ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. فنخلي بالنا في قصص وقصص كثيرة عن الظلم، لكن احنا عايزين يعني ربنا يرزقنا كده وناخد أكبر كمية من الرسائل. فإياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. ورسالة كل واحد انتقص حق. الأخت لسه بتذكر إن إخوات زوجها أكلوا حقها وانتقصوا حقها وكتبوا الشقة، يعني الله أعلم ماذا فعلوا، أو هي إذا كانت. أنا بدي تذكرة للجميع، كل واحد ظالم اجري سارع وبادر برد المظالم. رد المظالم ردها دلوقت أهون وأفضل وأخف بكتير من أنت تقضيها يوم القيامة. والله شيخ محمد رسول الله أخبرنا، من كان له عند أخيه مظلمة فليستحل منها اليوم. الحق دلوقتي وانت في الدنيا، روح واشتري مظلمتك. ظلمته في مال اديله ماله، ظلمته في حق اديله حقه، ظلمت أخوك ولا أختك في أكل مرص اديله حقه. أيا كان بقى، شتمت واحد روح استحله، قذفت واحد روح استحل منه، أو حتى أخي مش قادر تواجهه ادعيله. يبقى قصاد الدعاء اللي انت تدعوله بتفريج الهم، بتوسعة الرزق، بدعاء باللي ربنا يوسع عليه، دعاء ان ربنا يشفيه، بيبقى قصاد المظلمة بتاعتك. يعني لو مظلمة بسيطة او مش قادر اقول له انا شتمتك او اختبتك او جبت سيرتك، يبقى انت تدعو له. فيا جماعة كل واحد يراجع نفسه، راجع نفسك. والله سهل ان انت تؤدي المظلمة بتاعتك في الدنيا، افضل بكثير من ان انت تؤديها يوم القيامة، لان هناك المعاملة بالحسنات. والواحد ساعات بيبقى محتاج حسنة. والله يا جماعة، والله الدنيا مش مستاهلة، والله الدنيا فانية، ورب الكعبة الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى أو سقي فيها الكافر شربة ماء، والله ما هناخد معنا حاجة، هنخرج من الدنيا بيض. هو في حد بيخرج منها هالراحة منها بغير القطن والكفن؟ مفيش حد هياخد مع حاجة، والله ما هتاخد مع حاجة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ولا يبقى إلا الذنوب والمعاصي كما هي. نسأل الله السلامة. فاصل إعلاني ونرجع نكمل رسائلنا تاني، ابقوا معنا. إعلان استثنائي وفريد من نوعه. الآن نقدم لكم كل ما تحتاجونه لإصلاح وصيانة وسمكرة ودهان السيارات مع توكيل كيان فرع المنيل، وكمان شحن تكييف وجميع أعمال الكهرباء، بيع مباشر وقطع غيار أصلي. للاستفسار 0178 7 55 26 و 0126 50
393. مبروك عليك كتب الكتاب، خلاص حلم حياتك اتحقق مع المأذون الشرعي الشيخ أحمد كمال، اللي بيمتاز بالأمانة والخبرة والتعاون ومتابعة الزوجين وتقديم المشورة، بالإضافة للتعريف بالأوراق المطلوبة لعقد الزواج. ستجد عندنا ما لا تجده عند غيرنا. احجز مكانك على الهاتف 031-34-66-989 أو 010-68-55-21-59. مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم تاني نكمل رسائلنا. شيخ أيمن، عاوزين رسالة لكل مهموم، لكل مغموم، لكل واحد بيعاني من ضيق، من مس، من سحر. كل إنسان يعني محتاج زي ما انت قلت قبل كده حد يفتح له باب أمل. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، ساعات الواحد بيجي له يأس. أي نعم. لا تيأسن فإن الكاشف الله. نعم. إذا بليت بشيء فارض به، فإن الذي يرفع البلوى هو الله. الله، أنت بس قول يا رب. كل مهموم، كل حزين، كل متألم، كل موجوع، كل واحد أصابه ابتلاء، إذا كان بسحر أو مس أو حسد، أي ابتلاء، ضيق في رزق، أي ابتلاء، اعلم يقينا أنه يحبك رب الأرض والسماء. اسمع، كل مبتلى وحزين وموجوع، اعلم أنه يحبك رب الأرض والسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه. اللي دايما مبتلى كتير واللي ربنا بيحبه بيبتليه. اسمع الحديث الآخر: ما أصاب مسلم أو ما يصيب المسلم من هم ولا أو وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن، حتى الشوكة يشاك بها إلا وكفر الله بها من خطاياه. فكل ابتلاء بينزل عليك رحمة، كرم. ممكن تكون مريض، المرض ده ممكن يكون سبب دخولك الجنة من غير حساب ولا عذاب. عندك ابتلاء، مسحور، محسود، وابتليت في مالك، ضع كل ضع حالك، ضع أموالك، ابتليت بضيق في المعيشة، ابتليت بزوجة سيئة، ابتليت بابن عاق، أي ابتلاء، مرض، وجع، هم، تعب، شقاء، عناء، اعلم يقينا إنه يكون سبب دخولك الجنة، لأن الله تبارك وتعالى أعد للصابرين أجر. إيه أجرهم؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللي بيصبر على ابتلاءات الدنيا ومصائب الدنيا جزاؤه إيه؟ إن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. هي دي مش رحمة من العزيز الوهاب؟ مش دي رحمة لكل واحد مبتلى، اللي لما تصبر هتدخل الجنة على طول كده من غير أي مناقشة حساب؟ فده خير ولا لا؟ خير. فرسلت لكل مهموم أبشر. والله ما فيش واحد يقدر على طول مريض، ولا واحد على طول مظلوم، ولا واحد على طول في ضائقة مالية، ولا واحد على طول مريض. لازم أن هيجي يوم ويكون فيه فرج وفرجة، ولرب نازلة يذيق بها الفتى زرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت، بتضيق قوي قوي، ساعات بتضيق، ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظن أنها لا تفرج. في ناس بيقول لك بتهالي مش هتفرج، مفيش فرجة، مفيش فرج هيجي. لا، هيجي يوم وهيجي لك الفرج والله. بس احنا نحسن الظن بالله، نحسن الظن في ربنا ان ربنا كريم وجميل ورحيم. انت بس قول ايه؟ يا رب أسأل الله أن يرفع الهم عن كل مهموم، وأن والضيق عن كل يعني متألم، وأن ينفس الكرب عن كل مكروب، وأن يسد الدين عن كل مديون. يا رب يا رب. نعم،
كما قالوا لا تقول يا رب أنا عندي كرب ولكن قل يا كرب أنا عندي رب. أحسنت. نعم. رسالة لكل واحد مات عنده الضمير. أصحاب الضمائر الميتة. نعم. أفيقوا اسمع الآية دي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طبعا الرسالة دي بقى لكل البشر كل الملل كل المسلمين لأن الضمير ده في كل مكان. أنت تخلي عندك ضمير في تربية أولادك ركز معاه. نعم. تكون عندك ضمير في المعاملة مع زوجتك تكون عندك ضمير في المعاملة مع الناس يكون عندك ضمير في البيع والشراء يكون عندك ضمير في عملك وتؤدي عملك على أكمل وجه. أنت موظف أنت حتى لو مسؤول لأن المسؤول ده برضك موظف خلي عندك ضمير واتقي الله لأن والله هتسأل أمام الله هتسأل عن الرعية اللي أنت كنت بتسترعيها هتسأل عن عملك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. تكون عندك ضمير المدرس يكون عنده ضمير الطبيب يكون عنده ضمير القاضي يكون عنده ضمير الضابط يكون عنده ضمير المسؤول يكون عنده ضمير. إياكم والظلم إياكم والظلم نخلي عندنا ضمير لله لأن اللي هيحاسبك مين الله, الله. ممكن دلوقتي العباد ما تعرفش تحاسبك أو أنت بمنصبك أو بجاهك أو بسلطتك أو بأي مكانتك مش هتعرف حد يكلمك لا ستسأل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله يا شيخ محمد لو كل واحد خلى عنده ضمير لرزقنا الله من حيث لا نحتسب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض رزق من السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون الأرض الخير بقى الزرع والثمار هيكون في بركة ووفرة ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي بما كانوا يصنعون. أنت ما عندكش ضمير وجاي يقولك دي الحياة والمعيشة والظروف والمش عارف إيه ما أنت لو عندك ضمير ربنا هيكرمك في مالك وهيكون في بركة وهيكون في بركة في أولادك وبركة في زوجتك. فالضمير المدرس يكون عنده ضمير المحامي يكون عنده ضمير الضابط يكون عنده ضمير القاضي يكون عنده ضمير ما يحكمش إلا بالعدل يحكم بما أنزل الله. المسؤول يكون عنده ضمير الموظف الغلبان يكون عنده ضمير الفقير يكون عنده ضمير الكل يكون عنده ضمير ساعتها ربنا هيكرمنا قوي وما فيش بلد بتنهض إلا بالضمير. نعم. لو عندنا ضمير يقينا هنعيش وهنرتقي لأفضل الدرجات وأحسن الأحوال. جزاك الله خير. يعني النهاردة الحلقة كلها رسالة مهمة جدا رسالة مهمة لكل عاصي عاوز يتوب لكل عاصي يقولك أنا عملت كتير وعملت كذا وكذا وخاف ربنا ما يقبلنيش تقول له إيه؟ أقول ارجع بسرعة. نعم. ربك كريم رحيم ربك غفور قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عارف يعني واحد أصرف من الذنوب والمعاصي كان مسرف بيعمل معاصي كتير بإسراف. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. اوعى تيأس اوعى تقنط من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. اوعى باب التوبة مفتوح الباب الوحيد الذي لا يغلق باب التوبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. طول ما أنت فيك نفس داخل وخارج التوبة مقبولة لكن لو نزل عليك ملك الموت عشان ياخد روحك مستحيل إن توبتك تقبل أبدا. سئل حسن البصري الإمام إبراهيم بن أدهم. نعم. سألوه يا إمام أو رجل عاصي كان عايز يتوب عايز يرجع عايز بقى ياخد إفادة قال له يا إمام إن نفسي تراودني على فعل المعاصي كل شوية تغويني على المعاصي
قال إن أردت أن تعصي الله أو تعصي الله فلا تمشي على أرضه. تذكر كده من أنت ماشي على أرضه، إزاي تعصيه وأنت ماشي وبتاكل من رزقه وبخيره؟ إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقي، ما تأكلش من رزقه. إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. شوف يا عم أي مكان ودانا فيه ما يكونش ربنا بيشوفك وعبده فيه أو وعصي فيه. فطبعا رجل بيقول له أين هذا المكان؟ ده احنا في أي مكان، في أي حتة الله تبارك وتعالى يرانا ومطلع علينا. قال إذا أردت أن تعصي الله تذكر ملك الموت حين يأتي ليقبض روحك فقل له اتركني حتى أتوب. سيدني لما إيه؟ قال له كيف يا إمام وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إزاي أقول لملك الموت سيدني لما أتوب أو أرجع إلى الله؟ قال له إذا أردت أن تعصي الله فتذكر زبانية جهنم جاءوك ليأخذوك إلى النار فقل لهم اتركوني ولا تذهب معهم. فقال له كيف يا إمام وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إزاي؟ قال إذن لا تعصي الله أو تعصي الله، اذهب وذكر نفسك بهذه الوصايا، وكل واحد يذكر نفسه، ارجع وتوب، ارجع قبل فوات الأوان، ارجع بسرعة، والله تبارك وتعالى يقبل التوبة، يقبل التوبة من عباده في أي وقت، في أي وقت ارجع بس أنت وانهض وفوز بسرعة وسارع بالتوبة. نعم جزاك الله خير. يمكن كان عندها رسائل كتير لكن يبدو أن الوقت انتهى، ف يعني للأسف ما لحقناش نوصل كل الرسائل بتاعتنا يعني. الحمد لله. مشاهدي الأعزاء دي كانت نهاية حلقتنا في موسم 2020، نهاية حلقتنا من الموسم الثاني من أزمة أخلاق. مكملين معاكم، استنونا في الموسم الثالث من أزمة أخلاق يوم السبت القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.